السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا ومتابعي طقس العرب السعودية. نهار اليوم ست أجواء مغبرة في منطقة الإحساء وفي عموم جنوب الجزيرة العربية وجنوب المملكة، حيث هبت رياح شمالية غربية مرافقة لكتلة هوائية باردة اندفعت من شمال المملكة نحو جنوب المملكة خلال اليومين الماضيين، عملت على تشكل موجة غبارية في منطقة الإحساء والمناطق الجنوبية من العاصمة الرياض. المحاور الرئيسية التي سنستعرضها في هذه النشرة ستكون حول هبوب رياح الصبا على سواحل البحر الأحمر، وأيضا هذه الرياح ستعمل على حدوث غبار في مدينة جدة، وأيضا ليالي قارصة البرودة بفعل كتلة هوائية شديدة البرودة تسيطر على الجزيرة العربية. صور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم توضح خلو عموم مناطق المملكة من الغيوم. لاحظوا هنا هذه الموجة الغبارية التي تشكلت من جنوب منطقة الرياض والإحساء وتحركت باتجاه الجنوب والجنوب الغربي، وتتحرك حاليا نحو وادي الدواسر ونجران خلال الساعات القادمة ضمن تيارات شمالية شرقية. هذه المرة هذه الموجة الغبارية ناتجة عن هبوب لرياح شمالية غربية نشطت السرعة نستعرضها في هذه الخريطة، حيث يتمركز مرتفع جوي ناتج عن اندفاع لكتلة هوائية باردة سطحية من شمال الجزيرة العربية باتجاه وسط الجزيرة العربية، تعمل على نشاط كبير في سرعة الرياح الشمالية الشمالية الغربية في منطقة الإحساء جنوب الرياض، ثم تتحول إلى شمالية شرقية هنا في منطقة الربع الخالي وامتدادا حتى وادي الدواسر ونجران، حيث تتدنى الرؤية الأفقية. خلال الأيام القادمة أيضا يتوقع أن تتراجع شدة هذه الرياح، بالمقابل تهب رياح الصبا فوق سواحل البحر الأحمر تحديدا شمال ووسط سواحل البحر الأحمر خلال يوم الجمعة ويوم السبت، خاصة خلال ساعات الصباح، حيث تعمل على إثارة الأتربة والغبار تشمل مدينة جدة وتتدنى الرؤية الأفقية بشكل محدود. نذهب الآن لخرائط توزيع درجات الحرارة السطحية المتوقعة من يوم الخميس وحتى يوم السبت خلال عطلة نهاية الأسبوع. تبقى المملكة تحت تأثير كتلة هوائية شديدة البرودة، درجة الحرارة تنخفض بشكل كبير خلال ساعات الليل لتكون حول الصفر مئوي في المنطقة الشمالية والمنطقة الوسطى والشرقية. أيضا العاصمة الرياض تشهد انخفاض كبير على درجات الحرارة خلال ساعات الليل، أما نهارا درجات الحرارة تكون أيضا باردة خاصة في المنطقة الشمالية، تكون أقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام خلال عطلة نهاية الأسبوع. نذهب الآن للعاصمة الرياض والتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث تسود أجواء شديدة البرودة 7 درجات مئوية فقط الملموسة، 5 رطوبة منخفضة والرياح تكون جنوبية معتدلة السرعة. بالنسبة للثلاثة أيام القادمة أي خلال عطلة نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع القادم، يوم الجمعة طقس بارد نسبيا 16 إلى 7، ارتفاع قليل. يوم السبت 18 إلى 9، ويوم الأحد طقس مستقر والمزيد من الارتفاع 20 إلى 10 درجات مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.